بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا بنحبكم كلكم. دي مشكلة نتيجة ان احنا ما كناش مستعدين ومتطورين كفاية للتعامل مع التطور اللي بيحدث في استخدام ادوات التواصل الاجتماعي وغيرها في الصراع. التطور الحادث في وسائل الاتصال ستؤدي الى خطر شديد على مصر والمنطقة العربية. اللي انا بقول ان اي محاولة مننا في رأيي لمجابهتها او لمنعها مش هتنجح. ان احنا نحط تشكيل لجنة قومية او مجموعة بحثية قومية تناقش الموضوع من كافة الاتجاهات ومن كافة الجوانب وتحط لنا استراتيجية للتعامل معاه نعظم من خلالها النقاط ازاي نستفيد ما امكن من الشبكة ومن التواصل. ان احنا بنتعامل مع الأكاديمية الوطنية وبنحريصين على ان الفكرة، لان ممكن الفكرة تبقى جيدة واحنا بننفذها من غير ما نقصد يعني يحصل ترهل لها. احنا حريصين على ان الفكرة تفضل فكرة متماسكة. مدينة شباب افريقيا نتيح لشبابنا الافريقي مش بس على قد المؤتمرات الدولية اللي بتتعمل كل سنة، ولكن ايضا على مدار العام. احنا اتفقنا معهم على ان احنا بنقول انت هتديني شهادة، هذه الشهادة معتمدة في مصر وفي بالضبط في المانيا وفي المانيا، يعني اعمل هنا طالما انك انت وافقت على ان درجة الكفاءة ودرجة الجودة اللي هو خرج بيها تؤهله للعمل في سوق العمل. ما تتكلمش على سوق العمل المصري، اتكلم على سوق العمل على الاطلاق.